السلام عليكم، معكم اخوكم احمد المبرمج من قناة عراق فوتوشوب. ان شاء الله اليوم راح نشرح لكم محاضرة 19 التاسع عشر الجزء السادس اللي مختصة ان شاء الله بتنصيب الفلاتر الخارجية على برنامج الفوتوشوب. عندنا اثنين من اشهر الفلاتر المستخدمة في الفوتوشوب اللي هي مجموعة التوباز اللي هي الموقع مالتها tobazlabs.com مثل ما تشوفون. نجي نفتح نافذة جديدة، نكتب tobazlabs.com بالشكل ونقول له اوكي. راح يظهر عندنا هذا الموقع. والمجموعة الثانية اللي هي راح اشرحها بجزء السابع، يعني المحاضرة 19 الجزء السابع اللي هي الريد جنت، مجموعة الريد جنت. هسه احنا طبينا على الموقع مال التوبز بهذا الشكل. اش راح يقولكم هنا مثل جيت فري 30 داي ترايل، يعني انت تحمل البرنامج هذا لمدة 30 يوم مجانا او تجريبي. نجي نقول get free 30 day trial، نضغط بهالشكل راح يبدي يحمل عندنا. انا عندي هذا المتصفح ببطء. اوكي وتشيك اوت، نجي ناخذها من هذا المتصفح. اوكي خلينا نسوي ساين اوت ونرجع. كأنه اول ما تدخل للموقع يطلع عندك هذا الشيء، هذا صفحة تقول لك get 30 day بهالشكل، ويحمل عندنا شوية. طبعا اكيد اكو خلل بالموضوع. لا ما اكو خلل ان شاء الله. راح تطلع عندنا هاي الصفحة، بس عندي مشكلة، شوف غيرت الوقت على مود الكم تاس يشتغل، فاعتقد صارت في شي بطء. اوكي راح يطلع عندك هنا، ندخل الايميل والباسورد. انت اي ايميل راح تدخله او اي باسورد راح تدخله راح يشتغل عندك. مثلا اي ايميل، بس لا تحاول تسجل بيه اكثر من مرة. مثلا info@ahmedobro.com واي باسورد تقول له داونلود ناو. راح تطلع عندك هنا thank you for trying out Tobaz Lab بهالشكل. كأنه انت عندك حساب عندهم. هنا ايش راح يطلع لك هنا download the Tobaz collection. هنا يقول لك the best way the expression Tobaz Lab with the all tool you need to create a stunning image and including at 16 of our projects. تقول له داونلود فور ويندوز، واذا حاسبتك ماك تقدر تحمل على الماك. تقول له اون ويندو بهالشكل، وراح يبدي عندك يحمل. طبعا نوقف التحميل، انا محمله مسبقا. نقول له كنسل. راح نجي بعد التحميل راح يظهر عندنا بهذا الشكل. طبعا انا راح اعطيكم اللينك هذا الارقام اللي راح تفعل بها البرنامج مدى الحياة، او يعني شلون تقول تشغل ورا الثلاثين يوم، ما بعد الثلاثين يوم. اوكي تجي تقول له open as administrator، لان هو راح يتنصب على برنامج يعني برنامج رئيسي مثل فوتوشوب. تقول له yes، راح يبدي يحمل عندك install بهالشكل. ما راح اقطع الفيديو، وما يستاهل انها اقطع الفيديو لانه
يعني مو فد وقت راح ياخذ من عندي التنصيب. طبعا مجموعة التوباز هي يعني مجموعة من الفلاتر المشهورة يعني من الإصدارات السابقة. هي عبارة عن أدوات إضافية للفوتوشوب، منها بتغيير الأجسمنت، منها بالجلو، منها بالكلين، يعني بتنظيف الوجه، وهواي هواي تفاصيل. بس أنا بالنسبة إلي يعني أنا ما أستخدمهن، لأنه يعني عندي الماجيك بولت أفضل من التوباز، وأقدر أستخدم أدوات التوباز أنا يعني أسويها ك يعني تغيير ألوان أو أي شيء مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة. أنا يعني واصل مرحلة إنه أنا أقدر أسوي الألوان بدون فلاتر، بدون استخدام الفلاتر. لكن إذا تحبون نصبوا هذا، والكل المصممين هم يستخدمون التوباز بشكل جيد وحلو وسلس. أنا يعني بالنسبة لي يعني ما أستخدمه، بس حبيت أكمل المحاضرة أو الدورة. لازم إنه تتعلمون شلون تنصبون الفلاتر وشلون تستخدموهن بهالطريقة، مثل ما تشوفون قدامكم شلون دا يتنصب. يتم تحضير معالج الذي سوف يتم تحضير. راح أقول لك إن أنا فوتوشوب or فوتوشوب elements is raining please save work. أوكي شو سويته؟ قل له اوكي وسد البرنامج اذا كنت فاتحه، وقل له اوكي. فالشكل راح يظهر عندك، يقول لك توباز فوتوغرافي كولكشن. يعني هو هذا التوباز اصلا مصممين للفوتوغرافيين اللي ما يعرفون ادفانس الفوتوشوب، محترفين التصميم يعني، او محترفين المصور مجرد كاميرا، يعني اكثر اهتمامه بالكاميرا يكون يحاول يطلع الشغل مالته من الكاميرا، ما يعتمد على برنامج الفوتوشوب. ونرجع راح يقول لك هنا انا اي اجري تيمز اوف لايسن اجريمنت، وتقول له اوكي. وهنا اقول له كومبليت ريمايندد، وتقول له كومبليت. اتمنى ما تغيرون هذا شو يسمونه اللينك. قبل بالاصدارات السابقه كانوا هذا يغيروه حتى ياخذون نسخة منه الى الفوتوشوب. اوكي تقدر تقول نيكست، بهالشكل هو راح ينصب اوتوماتيكيا. اول واحد هو توباز جاست 5، توباز كلين 3، نانا توباز دي نويز 5، توباز ريماسك 5، هذين الفلاتر سم 5 4، توباز ان فوكس، توباز لين افكت. والله افكت موجود برنامج الفوتوشوب يعني. هاي هنا بلاك اند وايت افكت، هنا توباز ديتيل 3، هنا عندك توباز ستارت افكت، توباز كليريتي، عندك توباز ريستايل. هنا 16 فلتر مجموعة التوباز. وبعد التنصيب راح اعلمكم شلون تفعلون ذني وتقدرون تستخدموهن وكأنه مشتريهن من الستور مال توباز. اوكي بعد ما يخلص تقول له فنش بهالشكل، وتجي تفتح برنامج الفوتوشوب بهالشكل. ننتظره، انا مشترك بالكرياتيف كلاود، لازم انتظره يشتغل الكرياتيف كلاود اول شيء حتى اقدر استخدم البرنامج. اضغط هالشكل، اوكي نقول له انيو او اوبن اي صورة، بس خلي اقول له اوبن على اي صورة. نقول له عندي هنا اوكي مثلا هاي الصورة. اوكي
نجي على قائمة فلتر، راح نشوف نضاف شيء جديد. طبعا لو منتبهين بالمحاضرات السابقة هذا التوباز لاب ما موجود، شوفوا فلاتر التوباز اللي هي الادجست 5 التوباز بي دبليو افكت، يعني بلاك اند وايت كلاريتي كلين 3 دي باج دي نويز ديتيل ان فوكس لينث افكت اف اكس لاب عندك ريم ماسك ريستايل سمفاي ستار افكت. اوكي كل هين هسه هذني اي واحد نجي نضغط عليه مثلا كلين 3 اكثر استخدام بهالشكل، ايش راح يقول لك هنا؟ ايش راح يقول لك؟ اكتيفيتي لايسن اور ستارت 3 داي. اوكي انت شو تسوي؟ من تطلع لك هاي اللوحه تروح على الملف المرفق اللي انا اعطيتك اياه، تفتحها تجي على اول شيء تجي على الاصدار اللي هو شنو توباز كلين 3.1. اوكي تجي هنا احنا ايش عندنا 3.0 طبعا يعني اقدم من الاصدار اللي احنا عندنا، نحاول نفعله. اوكي راح نجي نقول له اي هاف ا كي، تقول له بيست بهالشكل وتقول له اكتيفيتي، تقول له اوكي هنا تقول له سكيب، بهالشكل عندك تفعل البرنامج. مثل ما تشوفون قدامكم تقدر تستخدمه هسه. طبعا يعني هو اكو فلاتر مشابهة لهذا الشيء قبل وبعد، شوف بس انا راح اختار صورة من الانترنت بها حب حتى نسوي كلين عليها وتقول له اوكي بهالطريقة، وراح نرجع البرنامج الفوتوشوب شوف الفرق. هذا الكلين، هذا بالنسبة للكلين. اوكي خلي نختار غير صورة من الانترنت، نجي من الانترنت نكتب جوجل ومن جوجل ايمج 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 صور. اوكي نكتب صورة وجه حب شباب. اوكي نختار صورة من دني صور، مثلا هذه هاي الصورة نقول لها عرض الصورة بهالشكل، نقول لها سيف، من هنا نقول لها اوبن ديسكتوب فوتو، وعندك تقدر من هنا هي خزنة هنا. اوكي نجي على فلتر وتوباز الكلين 3، احنا راح نجي نتعلم من كلهن. اوكي شوف ما طلب منك مرة ثانية رقم، بس نقلل مو هالدرجة يعني، هيجي راح تبين عندك النشاز يعني. هالشكل صار الوجه جدا واضح. اوكي شوف الفرق، دي شوف الصورة كأنه ماكو اي حد بالموضوع. تقدرون تستخدمون هذا الفلتر وهاي الطريقة. اوكي احنا راح نرجع نستخدم طبعا هاي الصورة المصور مشهور،
واسيه. نجي من فلتر مثلا نقول توباز لاب، عندنا توباز ادجست 5. الادجستمنت احنا اللي قلنا عليها اللي هي مختصه بشنو؟ مختصه بالالوان. لما راح نقول له ادجست 5 راح يظهر عندنا بهالشكل طبعا، وراح همنا يريد ريجستر من عندنا، بس هالمره ما راح يطلبه. شوف ما راح يطلب من عندنا اي ريجستر او اي تفعيل، فاحنا حتى نكون بالمضمون شو نسوي؟ احنا نروح نفعله. اوكي، واعتقد التفعيل من هاي العلامة، من هاي العلامة نو نيو مو من هنا. نيو كولكشن نو تقدر تقول واتس نيو. اعتقد هو هسه حاليا متفعل، بس خلينا نشوف لكم التفعيل. واتس نيو عندك هنا كولكشن. هذني مجموعة الكولكشنات. شوفوا هنا تغيير الالوان، لانه احنا قلنا هذا مختص بالادجست. اوكي، نرجع. اذا طلب من عندنا تفعيل اكو الرقم مالته موجود جوا بهذا الملف اللي راح اخلي لكم اياه بالديسكربشن مال الفيديو، تقدرون تاخذون اي رقم وتفعلون به. اوكي، ماكو مشكله. نجي على اول مجموعه وتضغط هنا وتنزل. شوف الصوره راح تتغير الوانها، يعني اختصارا للمحاضره السابقه. شوف محاضرات السابقة اللي هي مال adjustment. شوف المجموعة الثانية، يعني رأسا تجي تختار هذا وتقول له اوكي، راح يسوي لك هاي الالوان وبدون اي تعب وبدون اي حرفية نقول، او اي معرفة بالالوان. وتقدرون تتعلمون طبعا الالوان وما شابه كلها بالمحاضرات السابقه، محاضرات اعتقد الـ14 المختصه بالالوان. شوف عندك هنا انا مثلا اختاريت اي مثلا هاي المجموعه، واختاريت مثلا ما تعجبني مثلا، اوكي هذا الشيء. اوكي، هنا انا عندك الادفانس اللي هي هنا اكسبلوجر، يعني لازم تعرف بالادجستمنت اللي موجودات اصلا هنا برنامج الفوتوشوب. يلا تقدر تشتغل على الصورة. شوف تقدر تزيد تنقص برايتنس، البرايتنس والهايلايت تقدر، وبالاخير راح تجي تقول لي اوكي، راح يسوي لك هيجي الصورة. اوكي، هذا الشغل الادجست 5. توباز بي دبليو يعني بلاك اند واي افكت، لما تضغط عليها راح يجي يشتغل عندك شغل توباز لاب. شوفوا بهذا الشكل راح يجي يشتغل عندنا. اذا تريد اثنين تدوس هنا، يعني افتر وبيفور قبل وبعد حتى تشوف الفرق. شوف طبعا هذني المجموعات مال توباز، تقدر في الشكل مثلا مجرد تجي كلها ابيض واسود بس، لكن بيها الوان اضافية. اشكال ستايلات، ومن تضغط هنا راح يحمل لك المحتوى. شوفوا هنا أنا اختلفت الوضعية، عندك اختلفن، عندك المجموعة الثالثة مثلا هذا جدا جميل. شوف قبل وبعد اعطاك الصورة قبل وبعد، تقول لما تقول اوكي راح يسوي لك اياها الصورة بهالشكل.
كشكل. هاي المجموعة الثانية، عندك المجموعة التوباز الثالثة اللي هي كليريتي. إذا نجي عليها هم كلها بتغيير الألوان، يعني إذا تشوفون مختصر الأشياء هي تغيير ألوان يشتغل على الـ Adjustment Layer، وتقدر طبعا تختار، بس ما بيها فد شي يعني Advanced مثل ما شفت بمجموعة اللوك اللي هي من الماجيك بوليت. لا تختلف هذيك من نوع كلية، يعني تختلف اختلاف جدا جدا واسع، يعني 6 7 فلاتر يطبقن على شكل ضغطة. ما شفت مثل اللي جاي، شوفوا هنا الألوان تقدرون تستخدموها بكل سهولة طبعا، وماكو أي تعب بالموضوع. اي شيء يعجبك، لا بدون اي معرفة بدون اي احترافية، انت مجرد اذا تريد تحترف بالادفانس مالتها لازم تتعلم اللايرات الادجستمنت واحد واحد اللي انا شرحتهم بالتفصيل حتى تعرف تشتغل هنا عندك. يعني لما تجي انت ما تعرف شيء تجي هنا يقول لك مايكرو كونتراست، شنو الكونتراست، شنو لو كونتراست، غير انت تعرف الكونتراست اصلا بالبداية الموجود بالمحاضرات السابقة، حتى تجي لما تشتغل هنا مثلا بلاك ليفل او غيره وغيره. يعني لازم عندك معرفة انت بالاشياء وبعدين يلا تجي تشتغل شيء احترافي. وبهالشكل تقدر تقول له اوكي، ايش راح يقول لك هنا نشوف هنا انا هذا ما اشتغل، هذا ما اشتغل يريد تفعيل، انت شو تقول له، تقول له انتر كي بهالشكل. زين هو شو اسمه توباز كلاريتي في 1، تجي هنا وانا كلاريتي كلاريتي كلين كلين فيديو اعتقد ماكو هذا الاسم بهاي المجموعة، بس خلنا نسوي سيرش فايند كلير فايند طبعا هذا الفلتر مو موجود، راح ادمج لكم اياه. بس حتى تقول له اوكي انا ما عندي اي اوكي، قل له اي جيت ثيري فري داي اوكي بهالشكل، وسد الموضوع من انا اقول له اوكي. مفروض من تضغط هنا ما يطلع لك هاي اللوحة. اوكي خلينا نقول لك ينصل، وراح ارفق لكم الرقم ما تقدرون تضيفوه، طبعا ما محضراني يعني عبالي كلهم يشتغلون في الارقام مثل الكلين مثل ذني الاشياء السابقه. اذا نجي مثلا على الكلين احنا استخدمناه بالبدايه، نجي على الدي باج فور، دي باج فور شوفوا شلون اشتغل على السريع. الدي باج هو اللي راح يشوفك الصوره، انا اعتقد راح المصور هذا يحاسبني على استخدامي للصورة بدون ما اجي اقول له يعني انها preview original. عندك ماكو شو ماكو اي فرق، اكو فرق بسيط وبشكل شوفوا هذا الديباج. اوكي يقول له اوكي راح يشتغل عندك، لان هو اصلا اساسا يتفعل، بس الكريتي الكلاريتي هو جديد يعني في المجموعة فما راح يشتغل عندك الا ارفق لك الرقم مالته. دي نويز نفس الحالة، احنا تعلمنا النويز، فهذا اللي هو مختصر. شوف هنا مجرد ضغطت بدون اي خيارات تجي صفالك الصورة، شوف يعني اجي هو اشتغل لك على الصورة، قلت له اوكي وجي طبق لك خطوات بوع، سواء كان منطقة دور وعندك هنا اللي هي ان فوكس دي نويز ديتيلز بهالشكل كلها سكيب دونت شو ذيس. عندك هاي مجموعات تغيير الوان اكثرها اكثرها اللي يشتغل على
مثل ما تعرفون ده يشتغل على ال adjustment layer. عندك هنا ال in focus. ال in focus شوفين يعني هذا الأشياء تقدرون تستخدموها. عندك لين إفكت. لين إفكت مثلا ال SLR لين. عندك ال 35 ال 50 ملم. عندك كاي كل ما حسب العدسة اللي أنت تشتغل بيها. شوفوا هنا أنا. يعني مختصر شوف وهيش تقدر توي بشكل مثلا نقول له اوكي راح سلكها هذا الشكل. خلينا نستخدم غير صورة نقول له اوبن مثلا هاي صورة ثانية خلفيات ولا حتى خلفيات مجلة صور اوكي منظر طبيعي. نقول له من فلتر فلتر توباز مثلا نقول له لين افكت عرفنا فوتو اف اكس لاب. شوفوا هذا حلو الفلتر تقدروا تستخدموه يعني يعطيك فرق يعطيك فرق بين الصورتين هنا أنا قبل ما تطبق مثلا بهالشكل. انت شرح لل apply effect شوف الصورة شو راح تصير. تقدر ترجع كنسل نرجع نستخدمه مرة ثانية FX Lab عفو تقدر مثلا تشوف عندك هذا مثل الاكشن قل ابلاي شوف الفرق بين الصورة الاصلية والصورة افتر بيفور اللي هو اسمه. شوف هنا شلون نطاك الالوان نفس الموجود وتقدر تقول اوكي بالشكل. هنا تاخذ اسمه فوتو اف اكس لاب. هنا خلينا نشوف فوتو اف اكس لاب موجود. فوتو اف اكس لاب اعتقد همين ما موجود. فوتو اف اكس لاب هذا موجود تقدر تقول كوبي وتجي على الانتر كي بالشكل. your name مثلا احمد بهالشكل قل له اوكي successful وتقدر تقول له اوكي عندك اشتغل طبيعي. شوف قبل وبعد ماكو اي مشكلة. تقدرون تجون على مرة ثانية صورة نفسها مثلا انا I don't want show this close مثلا نريد احنا هذا التأثير او هذا التأثير الضبابي. شوف يعني خلي لك في بلور قل ابلاي شوف الفرق اللي سواه هو قل له اوكي يعني خطوتين حول لك الصورة او ضاف لك فلاتر عليها. هذا شيء كلش حلو تقدرون تسووه على صوركم. عندك الريم ماسك 5 الريم ماسك 5 تقدر تستخرج بيه اللي هي شلون احنا نقول ادوات السلكشن. احنا راح نختار غير هاي الصورة حتى نقدر نشتغل عليها. خلي نقول لك كنسل ونختار غير صورة صورة بيها اوبجكت يعني نقول مثلا اطفال مثلا 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 هاي الصورة
اوكي صاحبي هي مصممة. اوكي نقدر نقول له فلتر لاب وبهالشكل، تقدر تقول له ريماسك وين ريماسك 5. اوكي مثل ما تشوفون يعني اقول لك هنا داير اشرح لك توباز ريماسك، تقدر تحدد بهالشكل التفاحة راح تطلع عندك، تقدر تضيف له خلفية انت من كيفك. سكيب اوكي. شو تسوي اول شغلة؟ تجي على هاي وهنا براس سايز يعني بدي يسهل لك العملية. تاخذ بهالشكل يعني، صراحة أنا ما مستخدمه قبل. شوف اللي سواه، راح نرجع شوف إذا شنو راح نرجع. اللي راح نحدده هو اللي راح يروح يعني. شوفوا بهالشكل، شوفوا انه انا بدي امسحه شلون. كأنه مساحة زين. احنا نسوي سلكشن، مفروض هو سلكشن مفروض، يعني صراحة ما مستخدمه. بس مثل ما تشوفون هو مدى ياخذ 100% القص يعني مو الصورة. شوف ده ياخذ جزء ان شاء الله. راح اشرح هذا الفلتر يعني هي مجموعة هاي الفلاتر بالأدفانس بالجزء الثاني، لأنه صراحة أريد يكون الشكل كات. شوف العكس بعد، نحن مفروض نسوي العكس. اوكي نقول له كنسل، نختار ريستايل. خلينا نشوف الريستايل شنو الشرح. انا اعذروني لانه هذا التوبوز انا ما مستخدمه، بس عندي اعلمكم شلون يعني بشي مبسط تستخدموه ان شاء الله. بالمحاضرة القادمة راح اشرح شرح كامل بكل اجزاء التوبوز. شوف هذا الريستايل هو يختار لك الوان وستايلات جاهزة طبعا، بس ما اعرف انا عندك حمل هسه 3 من 11 بروسيس ما اعرف ليش يعني تعدي بطيء. هذين الستايلات دي يضيفهن، شوفهم شلون تتغير، اللي هن هذين المجموعة نفسهن، أعتقد هو نفس تغيير ألوان بالأدجستمنت، بس هنا تضيف ستايلات مثلا ألوان معينة، كلها 3 تكون من عندها أو ألوان عادية. أوكي، خلنا نشوف الألوان، مثلا هذا اللون، شوف الألوان اللي غيرها، شوف هذا اللون، شوف هاي. انا هم دا يتلاعب بالادجستمنت، كأنه دا يتلاعب بس ادجستمنت معروف، الالوان مالته معروفة. تقدر تقول له نايت مثلا، شوف النايت يعني بلو، عندك هذا الشكل، عندك تقدر تشوف هنا واحد واحد مثلا الشكل، تلاعب بالنسب الالوان بعد انت وشطارتك. بس كل هاي الاشياء تقدر تسويها بدون اصلا فلتر توباز اذا تعلمت الادجستمنت بصورة صحيحة. لكن التوباز للسهولة يعني انا عندك سمبليفاي 4، سمبليفاي هم راح يعتمد على الالوان. شوف سمبليفاي، شوف سمبل
راح يعطيك رسوم، شلون راح نقول احنا ستايلز ستايل سكيتش راح يعطيك. بس هذا الفلتر اللي يعني بفد نوع من استخدام فلاتر الموجودة أصلا. يعني إذا تعلمت السكيتش الموجود بالبرنامج مال فوتوشوب الأصلي تقدر تشتغل نفس هذا الشغل، بس هو للسهولة يعني تقدر تستخدم مثلا. أوكي واي وقف عندنا، أوكي مدى يتوافق في الحاسبة. عندك آخر فلتر اللي هو ستار إفكت، ستار إفكت مثل ما تشوفون هاي النجوم. هاي النجوم على شنو تعتمد؟ على الأبيض الموجود بالصورة، على اللون الأبيض الموجود بالصورة. هتقدر تختار أي اسم من هذني الأسماء، وراح يعطيك هنا تأثير معين على الصورة وقبل والبعد. بشوف يعني ما أعرف شنو المقصود من عدها بالضبط، يعني هو دي يسوي الألوان العادية دي يسويها لون طخ أو لون أبيض طخ. ولما نقول له أوكي راح يطلب عندنا كي عفوا، هنا أنا عندك الكي الخاص بي اللي هو simplify آخر واحد هذا. أوكي وتمسح هذا الموجود سابقا، تقول له أوكي، تقول له مثلا AHMAD Pro بالشكل not invalid. أوكي كي بالشكل AHMAD activity is not valid، ما أعرف هذا الرقم غلط بيه. المهم بهذا الشرح أني يعني قصرت شوية أكون صراحة، أكو هواي أشياء ما دخلت فيها بالأدفانس، لأنه صراحة فلتر التوباز أنا حبيت أعلمكم شلون تنصبوه وشلون تستخدموه شنو محتوى، لكن الاستخدامات الاحترافية إن شاء الله راح تكون بالمستوى الثاني أو حتى المستوى الثالث. إن شاء الله راح نستخدمه بتصاميمنا مو على صور جاهزة ومشتغلها يعني بالتصميم أو صور يعني مصممة سابقا. إن شاء الله نلتقيكم بالدرس القادم اللي هو تنصيب فلاتر ريد جينيت. الماجيك بولت هو أهم واحد بيهن اللي راح يشتغل على برنامج الفوتوشوب، لأنه معظم فلاتر الريد جينيت هي مو للفوتوشوب. أتمنى أنكم تسوون سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. كان معكم أخوكم أحمد المبرمج. أي أسئلة أو أي استفسارات حول المحاضرة تقدرون تكتبوها بالتعليقات. طبعا مثل ما تشوفون نزلت على سطح المكتب هذن الفلاتر اللي هو فوتو فوكس كلاب، وعندك التوباز ريماسك هذني نزلنا على يعني اكسترنال من اكسترنال فلتر. اوكي ان شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة ان شاء الله بإذن الله.